تتشبه فيا دوك نوريلك. حبس عليا راني قدامك. واش خو هبلت صباح تتبع فيا بلاصه بلاصه تحبني نقول هبلت انت وسعاق مريم على ما راكش تحوس عليها. ربي سهل حبت تجي عندنا مرحبا بها حبيت تروح عندكم دبر راسها راهي كبيره تعرف صلاحها هكذا اختك عندها يومين ما بانتش وانت نورمال ما على بالكش تهنيت منها تهنيت منها وتني واحد ديالها ياك انت تاني اختك دبر راسك روح حوس عليها نحوس عليها نحوس عليها وانت على بالك والراهي الشاطر على بالي اي على بالي وش راح دير مالا شوف انا نلقاها صح دير مليح في بالك رشيك في الحبس وبالقانون يا خويا فهمت منا المغرب منا المغرب لو كان ما تقوليش عليها بتلوم غير روحك راني فهمتك جيسبرك فهمت ياك على ديالو واش دار لك يا كنت عند اسكندر حتى التليفون داهولي وكان هو نعيط لاسكندر يجي يديك روحي للدار يما روحي ماني طالعه بلا بيك راني هنا راني رايح هذا اسكندر المحامي اللي وكلتيه باش يدافع عليا لدوك ما جاو الجلسه بقى لها 5 دقائق وتبدا مازال ما ناضش بيت سهران واقيل يوجد في روحه سكت عليا لو جه ربي اسكندر مسمنا اللي فاتو هو واجد القضيه رقم 102 جمال تهامي ضد فريد الشيخ سيد القاضي انا جيت على جال هذه القضيه قضيه المرحوم جمال تهامي مرحبا عبد العال انا فوجئت كي شفتك حضوري هنا يا سيد القاضي هو باش ناجل القضيه رقم 102 وسبب التاجيل المحامي اسكندر محمد اللي متكلف بهذه القضيه اشترى له حدث مرور تؤجل القضية إلى 21 من هذا الشهر شكرا سيد القاضي استاذ خير وش بيه اسكندر استاذ اسكندر الله يجيب له شفاء استاذ يعطيك الصحة مانيش مطمن
صح عباس. واش واش حبيتو خضره نديتو كيف ندخلو في الدار وسرقنا؟ موسى 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 وراء عمو اسكندر قول لي ما تموت وراء عمو اسكندر ما تموت قول لي وراء عمو اسكندر وراء عمو اسكندر موسى احضر موسى احضر ما تموت ولا عمو اسكندر ايمن ولا عمو اسكندر ايمن وليدي واش درت ولا عمو اسكندر موسى واش درت ايمن ايمن ضيعت عرفات ايمن 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 وحقت لي قلبي ايمن وعلى ايمن وليدي وعلى فهمتني وسيم ولا واش خممت انت؟ نقول لك صح انا ما نقدر ندير والو راك تعرف الاجراءات حتى تفوت 48 ساعه واش تقول نروحو نضربو دارا انا دوكا راني كملت الخدمه عندك ما نلقاو كاش خيط ولا لا غير تمستني الخمم بالك وسيم كنت متاكد بلي راح تعاوني خساره عليك خويا احمد تلقاني ونلقاك ولا لا لا الله فيك اسكندر وليدي انا عميم يا اخي اليوم نهار راحه نتاعك اه صح علاش عم يقلقوا فيك شكون هادو مصبح وهو يسوني خمس مرات الله ما على بالي شكون ها شفت شكون يكون انا هلان عبله واش راكي لاباس والله الحمد لله الحمد لله ربي ومشكره وش بيه صوتك مبدل وشنو خلاص ما تقلقيش روحك خلاص انا على بالي وين نلقاه اقعدي انت في المكتب ومن بعد ان شاء الله صح استغفر الله غير خير ان شاء الله ما تقوليش برك راك خارج لازم يما لازم نخرج بصح ما نطولش عليك ونرجع يا وليدي يا اسكندر راني نشوف فيك كل خيار برك خليني نشبع منك وتشبع مني انت ثاني الله غالب يما لا علينا روح ربي سهل لا اله الا الله محمد رسول الله
واش راهو بابا؟ راهو كيما حب الله. وانت كاش خبر على اسكندر؟ مازالو 5 سوايع ويبداو يحوسوا عليه. عيسى أيمن مراهوش في الدار. وعلاش راكي تقلقي في روحك يما؟ ما يكون غير راه عندي يما. يا اخي تعرفيه بلي كيما يكون اسكندر في الدار ما يقعدش. كيفاش ما نقلقش روحي يا طفل؟ وهذا أيمن دوك خصنا غير همه. عيسى اسكندر يحب أيمن وراهو أمانة في رقبتنا، لازم نحافظوا عليه، فهمت؟ سامحيني يما، كما قلت لك ما يكون غير راه عندي يما. ودوك نقدر نروح نشوف بابا؟ تقدر، بصح إلا راه رقدت ما تنوضوش. بربي ان شاء الله يرجع اسكندر ان شاء الله. قلبي راهو حاس بلي راهو بخير، مادام سمعنا حتى حاجه عليه ان شاء الله نسمعو خبر يفرحنا ان شاء الله. نفهمك ربي. ايه بابا الحمد لله وجهك راه منور، يا تبان ريحت ان شاء الله. كاش خبر عيسى؟ احمد راح عند صاحبو البوليس وان شاء الله يعاونو. عبلة عبلة كي تسمع فيا؟ ربي علاش ما يشتوب لي؟ خير غلقوا لها فلوغ. عبلة إلا كي تسمع فيا خطي في الحد.
وتخافيش عبلة كورات أني معاك. شكون هادي عبلة؟ وهذا شكون؟ نهضر معاه ما نهضرش معاه؟ لازم نفهم قبل واش انا نديرو هنا. الطفله اللي راهي معايا مليحه من قبل ما سمعت صوتها، واش درت ولا غلقت ولا فمها؟ كي تكون انت مليحه لا تحوس عليها بزاف يا خو. واش خممت في كلامي؟ راني وصلت للمعلم. واش تحقهم لعندنا؟ قول لي واش تحبهم لعندنا؟ قول لي. تعرف واش نخدم؟ ملعون اللي نهرب منها ونعطي لك واش تحب، نعطي لك دراهم اللي تسحق. انا ما كان حتى واحد يعاوني. اعطيني برك الفرصه نوقف معاك. قل لي برك شكون يحكم فيكم؟ انا ما اسمح حتى واحد ياذيك على خاطر ما نساش خيرك. جاوبتنيش بقيت هضر مع هاد السيد هادي فاهم والو. هادي عبله ولا ماشي عبله؟ وين راني ندور؟ وين راني يا ربي؟ اختي انتي عبله ولا ماشي عبله؟ اسمح لي خويا انا ماشي عبله. بصح صباح سمعتك قلت لي اسمي. بصح العساس هذاك ما فدنا حتى حاجه يا اخو. تمشي قلت لي باللي كان عنده موعد مع وحده، قصدي هذيك الطفلة اللي ذكر اسمها قدام الأستاذ ديالو. عبلة؟ بصح بصح وشنو؟ عبلة تزوجت عندها بزاف وما كاش عارف في فرنسا هذي. شوف أنا مازالي 3 سوايع نبدا نخدم، لازم نحوسوا عليه. شوف أنت حوس لي بك على دراسة هادي عبلة. بصح أنا نقول لك في فرنسا. أحمد هذي خدمتي ولا بلاش راني ندير؟ انت جيب لي لادريس تاعها برك. عليه اعطيني واحد نص ساعه هكذا. Thank you.
مازال ما جاش. خلينا منه يكبر وليدي ويجيب لي بورطاب خيم اللي كان عندي. وشنو تما اداهولك؟ عبيك نعيط لك ونلقاه مغلوق اليوم يا هو يا انا. يا ولد اروح ايمن ايمن. يا ربي يا ربي واش ندير مع هذا الطفل يا ربي. ألم؟ ألم تحوسو؟ هذه دار أبا غفري؟ ألم هي؟ واش كاين؟ سيدة عبلة غفري هنا؟ ألم راهي هنا؟ ممكن تعيط لها؟ مطلوبة في قسم الشرطة. أنا نوصلها، روحوا أنتوما. لا لا تجي معنا. كي جيتي عرفت بلي هربة، واش درتي؟ أهضري! كنا لاباس علينا، جيتي وجبتي الهم معاك. لا بوليس هم يحوشوا عليه. وخرجي وخرجي. وي وسيم تساقو ها واش قول والله اخو صح اني جاي اني جاي وسيم اني جاي صح اخو Thank you.
قادرات لا بالو معكم. ميساج من عند مريم في النهار اللي ما بانتش صدمه وش نميرو تاعها. وينك يا ريحة؟ عندي خدمة. خدمة؟ المرأة عندها خدمة. أي خلاص؟ ماذا أنا نوصلك؟ أنا رايحة عند الأستاذ عبد العالي. وكلتي محامي عمى وزاد هرب باش يجيب لنا حقنا راح ضيعوا. حرام عليك، أنا رايحة نشوف واش صار لهم. واش قلت؟ وين رايح؟ راسك انا اللي نطيره لك. تبيعني يا بصحتك. تم تحشمش وقت بعد من هنا قبل ما تر رقبتك بلا ما تعرف مين جاتك الضربه. قيس قبل ما تغيس. اسمع سيد اللي جبتو معايا نسى التليفون تاع الطوموبيل بصح ما باش اللي ريكوبيراه ولا خلاه. شوف شوف واش دير، شوف واش دبر راسك، شوف واش دير. تفضل. زيد فضلك واحد يا خويا. جيت نبلغ على حالة اختفاء. اللقب الاسم من فضلك. مريم محمد. الصلة تاعها اختي. عندها مشاكل عائلية؟
ما نكذبش عليك، انا اخوها من بابها، سما ما رانيش عايش معها بزاف. ما عندهاش مشاكل مع الناس يحقدوا عليها؟ هي طبيبه تخدم في السبيطار، وعلى حسب معلوماتي محبوبه من كاع الناس. جبت لنا تصويرتها؟ وي تفضل. اكتب لنا الرقم ديالك، كي يكون كان جديد نخبرك. ما تقلقيش هذا ما هو غير شك. بسبتي انا اللي خطفوه. لازمنا نخمو ونثبتوا باللي راه مخطوف، هذه اولا. زيد نجعلوا باللي خطفوه، اللي خطفوه قريب راه معروف ونعرفوا السبه. ربنا يا لازمنا نعرفوا واش راحين يديروا له هنا العقدة. على بالك زدت خلطني يا أستاذ عمار. كنت بان مقلق. خير ان شاء الله، واش كاين؟ شوف الطاكسي اللي موافق تخدم معاه، ما جاش لعندك ولا حاول اتصل بيك ولا قلت له حقه وراح. السلام عليكم، انا مكان. مانيش عارف علاش راني حاس باللي انت اللي رايح تدينا كامل الحبس. سي عمر اسمح لي، هاد اللي ما تقلق عليا بزاف، ما نعرف واش كاين. واش درت لك انا؟ ما درت لك والو. اسكندر طيح البورطابل نتاعو في الطاكسي، الدرك صافي يومين لا خبر على البورتابل هذا. هذا ما كان سي عمر، نحوسوا على الطاكسي نجيبوا التليفون وهذا ما كان. بصح لقى كيفاش تجيبو بلا ما يفيق. نجعلوها الطاكسيور لقى البورتابل، راهو عنده خباه وسكت. لا 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 لا، باعوا ولا سلموا الشرطة، يخاف على خبزته. باعوا سلموا الشرطة. والحل؟ الحل راه بين يديك. هاد المرة انت اللي حصلتنا، انت اللي تسلكها، درتها بيديك حلها بسنك. اه يا مروان يا وليدي، كان خذيت رايي وسمعت كلمتي، كان اليوم ملحقتنيش نبيع ذهيباتي حيساتي هذاك وش نسعى. ها كورونا دينا حقنا من الورث، وش لحقنا احنا لهذا الموصل هذا؟ عاد ذيك الجارات الخداعات هذوك اللي كانوا يضحكوا في وجهي، هاتي برك سمعوا بيا خلاص.
جاو يتجراو كاع يحوسوا يشرو كاع عندهم الدراهم دروك كاع. ها طاحت بك ورده هذه تحوس عليها هذيك فضيله السمينه هذيك الوقابه هذيك اللي ظلوا ذيها كي الرادار تحوس تشري هذه. والله ما نبيعها لك يا بنتي هذه وين تجيك بقره كيما انت. خلي عندك العروسه المخلوقه خلي رايحه عروسه بالك. ايه هذه شكون اللي قال لي عليها يا ربي شكون اللي قال لي عليها. ايه الطفيله ديك قبيليه جيجي علاش والله نخليها لهذيك الطفيله لاباس عليها زينه لاشتا حتى نساعدها فيها لاشتات. اه يا مروان يا وليدي الساعه دي قد عمرك يا مروان راك لحقتني قد عمرك يا وليدي. هذه عزيزه والله ما تخرج من الدار لو كان نعرف روحي نخرج نطلب. هذه يا ربي وين هي اللي وصاتني عليها. هي فاطمه ولا شكلولها بصح والله وحده ما عطاتني السومه فيهم. هي القافله كي تروح ركيست الدار ما بقى لا ذهب لا دينار. فوقتي بصح فوقتي رطار الجايحه. مالك تقول باللي كانت معاه؟ شوف هي صح وصلت في نفس اليوم بصح العشيه بصح ما عندها حتى علاقه به. اسمع عبد العالي اسمع اسكندر كينتقب اسمع بلا وعبلا ما كاش جوج كاينه وحده هي لا سكرتير تاع اسكندر. وانت راك سير باللي اتصلت به وقالت باللي هي عبلا؟ راني سير. واش تقول عيسى؟ شوف احمد خويا شوف وسيم عبلا هبطت في نهار واحد بالك الطياره دارت الروطار بصح هما تفاهموا يتلاقاو في الجاردان ومن بعد بدلوه المضرب. ها ما شكيتش كانت وحدها. احنا رانا تاكدنا باللي جات وحدها مام الطياره ما دارتش الروطار. سمحوا لي. سمح نعم وقت هذه. شوف اراني في البيرو شوف غير تكمل جوز لعندي البيرو ديريكت مت ارواح ديريكت لعندي. هاي صح ما تطولش. واش وسيم واش كاين؟ وسيم لقيتوه؟ تهدنوا لا ما لقيناش. قلنا واش كاين؟ تاكسيور صاب تليفون تاع اسكندر. والتاكسيور هذا واش قال لكم؟ استنى نكمل. صاب التليفون تاعو راهو دفعوا دوكا قسم الشرطه. واش قال؟ انا دوكا نقول لك صح انا هذه الامور ماشي اختصاصي. كاين ضابط هو مختص في هذه الامور. دوكا هو يجي يفهمنا على كل حاجه. انا على بالي حاجه واحده برك باللي خيط صحيح. خيط صحيح؟ التليفون تاع اسكندر يعرفوا المكالمات اللي دخلوا واللي خرجوا في النهار اللي خطفوا فيه اسكندر. يا جماعه ما تسرعوش خي قلت لكم بلي الامور ماهيش من اختصاصي. خلي يجي ضابط ويفهمنا على كل حاجه. اوكي شوفوا جماعه انا نخليكم دير دارا ونولي. السلام عليكم.